أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صلى الله عليه وسلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما
نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم خذ العفو خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي صلى الله عليه وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما
واتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صوت ولا تكن من الغافلين اللهم صل عليه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صوت ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه سبحان الله وبحمده
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وعلى ربهم يتوكلون.
يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم.